أخرج الإمام المسلم رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أكثر من يأتي بهذا الحديث ويفسره لا يشرح إلا على قضية الاهتمام بالمسلمين بشؤون طعامهم وشرابهم، بمعنى في مثل هذه الظروف القاسية المؤلمة أن يتصدق الإنسان على الفقراء وأن يعين المستضعفين وهكذا، وهذا معنى صحيح جيد حسن لا حرج عليه أبدا. ولكن هناك معنى آخر مستفاد من الحديث قل من ينبه إليه أو ينتبه إليه. يجب علي أن أساعد إخوتي المسلمين، وبخاصة إذا كان هناك بلاء من ناحية المال وقلة الطعام والشراب وما إلى ذلك. نعم، أمر ثابت مؤكد، لكن ألا يجب علي مساعدة إخوتي المسلمين الضالين الشاردين عن طريق الحق وعن سبيل الله عز وجل؟ أليس هؤلاء أولى بالمساعدة من إنسان لا يجد طعاما أو شرابا أو يجد قليلا من الطعام أو الشراب؟ الإنسان إنسان بطعامه وشرابه ولباسه، أم هو إنسان بدينه وعقله وتقواه وإيمانه؟ أرى عشرات من الناس لا يأبهون لدين أولادهم وأحبابهم وأصحابهم وجيرانهم، أما طعامهم وشرابهم فقد يتألم ويقول: فلان ما عنده، ابني ما لبس فلان شغلة، صديقي فلان ما عنده في فلان شيء، والله جزاك الله خيرا، أنت تهتم، ولكن ألا تهتم بدينهم كما تهتم بدنياهم؟ فالحديث يشير إلى أن المسلمين متعاونون متوادون متآلفون كمثل الجسد الواحد. ما نراه الآن من الفسق والفجور والانحراف عن طاعة الله عز وجل في مجتمعاتنا، هذا ينبغي أن يؤلمنا أكثر مما يؤلمنا أن نرى فقراً بين الناس. لذلك أقول قل من ينبه إلى هذا. أكثر ساعدوا الفقراء، الله يجزيكم الخير، بارك الله فيكم، هذا حق، واجب علينا أن نساعد الفقراء، لكن ساعدوا الضالين المنحرفين عن طاعة الله بالأخذ بأيديهم وانتشالهم من حمأة الضلالة والفجور والانحراف والبعد عن الله وإيصالهم إلى خط الهداية والمشي على طريق الاستقامة، هذا أضر وأهم. أذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى، وهو عالم شهير توفي من سنوات، قال كلمة مؤثرة الحقيقة أنا تأثرت بها. مرة قيل له إن هناك هجمة على الإسلام والمسلمين من قبل بعض الناس وبخاصة من الإعلام. الإعلام يصور الإسلام بهيئة أبناء المسلمين، يصورونهم بهيئة متعطشين للدماء، الراغبين في القتل، الراغبين في الأذى، الراغبين الراغبين. فتكلم الشيخ عن هذه القضية وأشار إلى أن الإسلام فيه من العدل والحق والتسامح والنصفة بين الناس ما يكفي لأنه دين الله، ثم أشار إلى أن هذا الكلام الذي يفسره لا ينبغي أن يبقى حبيس المسجد، وهذا هو الكلام الذي قلت إنني تأثرت به. المشكلة أن معظم كلامنا الذي نقوله في مساجدنا لا يصل إلى أسماع من يحتاجون إليه. من الذي يحتاج إليه أكثر؟ هؤلاء الذين نراهم ليل نهار في طرقاتنا وشوارعنا، وقد يكونون أحيانا أبناءنا وجيراننا وأصحابنا وأرحامنا. المرأة التي لا تحتجب حجابا يرضي الله عز وجل، الشاب الذي لا يتوجه إلى الصلاة إلى القبلة منذ سنوات، الرجل الذي يأكل الحرام ويأخذ الرشوة في عمله، الثالث الذي لا يأتي للمسجد إلا من الأسبوع إلى الأسبوع ليصلي الجمعة فقط ثم لا يصلي أبدا، الرابع الذي لا يبر أمه وأباه، الخامس الذي لم يتكلم مع أخيه ولم يزره منذ سنة أو سنتين لأمر من أمور الدنيا. هؤلاء يحتاجون إلى مثل هذه النصائح أكثر بكثير من رواد المساجد. رواد المساجد حماهم الله تعالى معظمهم يستمع يقبل يأخذ بالنصيحة، معظمهم، كل إنسان مسؤول عن نفسه، لكن من لا يأتي؟ هؤلاء يحتاجون إلى جهد جماعي منا كلنا، كلنا
من أرى إنسان إذا رأيت إنسانا شاردا بعيدا عن طاعة الله هذا ينبغي أن أحرص عليه أن أكون في توادي وتراحمي وتعاطفي مثلا الجسد الواحد أحرص على هدايته على رده إلى طريق الله عز وجل. لكن كثير منا يقول نفسي نفسي، هذه نقولها يوم القيامة لما لا يعرف إنسان، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أما في الدنيا فقل نفسي وغيري، فقل الله تعالى قال لي كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم بينت الآية بما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا لم أدعو، إذا لم أنصح، إذا لم أوجه، إذا لم أظهر صورة حسنة طيبة عن الإسلام لهؤلاء الشاردين عن دين الله عز وجل فأنا مقصر تقصيرا شديدا. نحن نحتاج يا أيها الإخوة إلى دعوة جديدة إلى دين الله وإلى تبيان حقائق الإسلام في زمن انتشر فيه الجهل انتشارا عجيبا عجيبا. من 10 سنوات إلى الآن أو أكثر، من حوالي 15 سنة، يعني أقول بين هلالين بين قوسين، انتشرت وأسميها موضة، طبعا وهي كلمة أجنبية، انتشرت يعني طريقة أسلوب أن جميع الأولاد ذكورا وإناثا ينبغي أن يتعلموا ويأخذوا شهادات. وقد قلت إنها موضة لأنها كلمة منتشرة بين الناس. نعم إنها موضة، معظم هؤلاء لا يقصدون العلم، لا العلم الشرعي ولا العلم الدنيوي، وإنما يقصدون الدنيا منه فقط. ما أقصد العلم الدنيوي يعني الطب، يعني يقصد إن كان درس شرعا أو طبا أو فلسفة أو رياضيات أو يقصد الدنيا فقط. بالمقابل الصغير والكبير والغني والفقير وفلان كله بده يدرس ولاده، درسهم. الله يبارك لك وعليك، ما هو غلط، العلم جيد، تحرص على دينهم كحرصك على دراستهم. هذه المصيبة التي لا أزال كل حين أتفكر فيها، تحرص على دينهم لكن بيعرفوا يصلوا ولادك؟ صلاة صلاة فقط مو أكثر، بيعرفوا يصلوا مثل عادة؟ ثم إذا عرفوا يصلون فعلا؟ ابنتك تعرف فرض الحجاب، فرض ستر نفسها، ثم هي تلتزم به فعلا؟ أنت وزوجك تهتم بهذا كما تهتم بذاك؟ جاءني أخ عند صلاة الفجر، ابنه في الصف التاسع يذهب إلى التعلم في الدورات الآن موضة العصر كما قلت. معلمة تقول له، معلمة تدرس اللغة العربية تقول له أنتم تقولون اللهم صلي على سيدنا محمد، أنتم تأمرون الله أن يصلي؟ لمن تخاطب هذه المرأة المجرمة الخبيثة؟ لا توصف بغير هذا طبعا، لا توصف بغير هذا قطعا. لمن؟ لطالب في الصف التاسع. طالب في الصف التاسع كيف سيجيب؟ لم يفقه شيئا، أدخلت في قلبه الشك وزرعته الله أعلم إلى متى. فهل يعينه الله فينقذه من هذا الشك أم يبقى هذا الشك في قلبه؟ هذا هو العلم الذي يقدم؟ نعم عند كثير من الناس هذا هو. قوم ما فقت على الدورة، ابني دي قوم حيطلق 500,000,000,000,000 حيطلق 100 ليرة ما بتسقط على القرآن فيها. هذا واقع مجتمعنا اليوم. ثم يقولون ايه ما حواج، والله الله ابتلانا كتير، والعياذ بالله. أنت الذي تحدد كيف تبتلى ومتى تبتلى، مدة الابتلاء أنت الذي تحدد وتختار. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له ليس لك من الأمر شيء، أشرف خلق الله، أعظم خلق الله، أطهر خلق الله، أقرب الخلق إلى الله، ليس لك من الأمر شيء، من أنت حتى تقول؟ نحن لا نغير شيئا في واقعنا ثم نرجو بعد ذلك كل خير من فضل ربنا. الله أهل لأن ينقذنا ولكن نحن لسنا أهلا لشيء، هذا واقعه إلا ما رحم ربنا. قلت له يا أخي أحد الأمرين، إما أن يجتمع ابنك وبقية الطلاب فيسكتوها، يقولون يا أيتها المدرسة نحن لا نعرف الجواب ولا تشتتين في ديننا ولا تسألين مثل هذه الأسئلة، أو أن تتركوها منذ هذه اللحظة، وإن لم تفعلوا فأنتم آثمون. طبعا الجواب من أجل أن لا يقع الإنسان في حيرة. عند العرب يا أيها الأحبة، عندنا يعني عند العرب عموما ليس هناك فعل يسمى فعل يعني طلب ورجاء،
اسمه من ناحية النحو اسمه فعل أمر. لما أقول اللهم اغفر لي هذا اسمه في ظاهر الأمر وقت بنعربه إعراب بالنحو اسمه فعل أمر، لكنه عند البلاغيين البلاغة هي الذوق العربية، فحم العربية، روح العربية، عند البلاغيين وهي علم مثل علم النحو هذا يسمى التماسا. الالتماس كما قال البلاغيون هو طلب الأدنى من الأعلى، فلما أخاطب ربي فأنا الأدنى وهو الأعلى، أقول يا ربي اغفر لي، صيغة اغفر صيغة فعل الأمر، لكنها بيني وبين الله ليست أمرا، هذا أمر مفهوم ومفروغ منه، لكن من يفهمه؟ يفهم إنسان كبير واعي يدرس يبحث يتعلم، أما طالب يشك في دينه أي والله مين أقول له الأنسي؟ أعوذ بالله من غضب الله. وتذهب أستاذ آخر يقول له كذا، يدرسه الرياضيات، فلان عالم من علماء الرياضيات لا يؤمن بوجود الله، ليس هناك أدلة على وجود الله. أمس أيضا سمعت يقول لهم بعض المدرسين في الجامعة، أيضا بين الحين والحين نسمع بعض الأساتذة يسخر بالقرآن، يسخر بالصوم، يسخر بالصلاة. هذا هو العلم الذي نبحث عنه، سبحان الله العظيم. العلم طيب وحسن، ولكن أن يوصل العلم إلى الضلال وأن لا يطلب العلم إلا للدنيا. ونعم موضة العصر ومظهر العصر فقط حب الدنيا من طريق العلم. قبل سنوات كنا أقل علما، لكننا كنا أكثر خلقا وأكثر دينا. الآن زاد مستوى التعليم، نقصت الأخلاق وقل الدين في نفس الوقت. صار شهادات بالعامي بالكيلو، صارت وزن وحط وشيل، لكن أين الخلق والدين والعمل؟ ولا شيء ولا شيء ولا شيء. إلى أين سنصل؟ رحم الله شوقي حين قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبا. بل طبعا أنا من باب فقط هكذا الاستشهاد، الأصل في ذلك قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا هي الأصل، إذا بحثنا أخلاقنا جزء من ديننا، ليس هناك تفريق بينها. ينبغي أن نبحث عن ديننا قبل دنيانا أحبتي، ويجب علينا جميعا أن نحرص على دين من حولنا قبل دنياهم. فإذا كنا نريد الخير للناس فأول ما نريد إيصالهم من الخير هو توصيل حقيقة الدين لهم. أقول هذا كله ليس لأني أنا أو أنت أو أي ناصح لغيره أو حريص على دين غيره كي لا يأتي الشيطان فيضحك علينا، ليس لأن نحن أصلح من هؤلاء، لأن الشيطان يأتي إذا نصحت هذا ما بصلي أنت أطيب منه أنت أصلح منه. قد يضلني الله تعالى والعياذ بالله ويصلحه هو، مولا أني أنا أصلح منه، لأن من واجبي أن أحرص عليه وأدله على طاعة الله فقط، بس لأنني أحب الخير له كما أحبه لنفسي، لأنني مسلم وهو مسلم، مو لأني أنا أطيب منه، مو لأني أنا صالح وهو طالح، مو لأني تقي وهو عاطل، أبدا، هذه نظرة لا يقبلها الإسلام. أنصحه لأني أريد الخير له كما أريده لنفسي، لأني أحب الخير لولدي وجاري وصديقي ومجتمعي كما أحبه لنفسي. فديننا أغلى علينا من دنيانا، إذا حرصنا على إسعاد الفقراء بالمال فلنحرص على إسعادهم بالدين. قد يتصدق بعض الإخوة أكرمه الله وزاده من فضله، لكنه يرى هذا الفقير لا يصلي، ما يخطر في بالك أن تقول له عم صلي إلا لا؟ سأله ذكره بالله عز وجل وكرر، مو لأنه أنا أطيب منه، مو لأني أصلح منه، لأن من واجبي أن أنصحه، لأن من واجبي أن أعين، وتعاونوا على البر والتقوى. أزور إنسانا فلانا أراه ضعيفا في الكذا، أحضرت له طعاما شرابا لباسا كذا كذا أعطيه إياها، ألا يعني الشيء الفلاني أرى مخالفة شرعية في بيتي، بناتك لو كان الحجاب أفضل الله يكرمك ويجزيك الخير وبارك فيك وكذا. أذكره بالله، إذا لم نتناصح، إذا لم يكن فينا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لن يكون فينا خير أيها الأحبة. فحرصنا على منفعة غيرنا هو حرص على دينهم أولا وعلى دنياهم ثانيا. اللهم اجعلنا متحابين متراحمين متعاطفين مخلصين لوجهك الكريم. الحمد لله رب العالمين.